التقدم البحثي ممكن يقوم على تطوير أجهزة أو صمامات تزرع في الإنسان أو اختراعات عمليات مختلفة لم تعمل قبل كذا. فلله الحمد خبرتي في 16 سنة في مركز الملك عبد العزيز وضع عندي الثقة أنه ممكن أن أجري عمليات جديدة ما أجريت قبل. مهما كان المخاطر لابد من أخذ الخطوة وخطوة بقوة. أجرينا عمليات لم تجرى سابقا، وعلى سبيل المثال عملية قريبا أجريتها لجنين في داخل رحم أمه عمره 5 شهور، كان عنده ورم حول القلب في داخل كيس القلب وعنده هبوط، وكان يمكن أن الجنين يموت في خلال 2 أو 3 أسابيع، يعني لن يكمل الحمل. فكلموني قالوا لي أنه هذا الموجود شافوه وقالوا أنه في عنده هبوط. فتحنا بطن الأم والرحم ووصلنا للجنين بدون إخراجه، بس فقط أخرجنا صدر الجنين واستأصلت ورم سرطاني من القلب حول القلب، وقفلنا الصدر ورجعنا الجنين للبطن وقفلنا الرحم، والأم راحت للبيت وولد الجنين على 9 شهور طبيعي بدون أي أورام ولم يرجع الورم مرة ثانية. الشيء الوحيد هناك مكان إجراء العملية اللي أنا أجريتها في خلال هذه الفترة. أنا أذكر الليلة اللي قبلها في جراح أمريكي زميل لي كلمني قال لي هاني أنا لا أعتقد أنك لازم تسوي العملية بكرة هذه. قلت له ليش؟ قال لي هذه ما تسوت قبل كذا في العالم، وهو إذا كان حيموت خلاص حيموت الجنين، وإذا صار مثلا سويت العملية ومات الجنين حيقولوا سووا العملية. هو طبعا يحاول أنه هو يحميني من السمعة هذه أنه هو خايف أنه يموت الجنين. وهذا أنا بالنسبة لي أنظرها كمثل العمليات المعقدة اللي كلها أجريتها. إذا ما أخذت المخاطرة هذه أول شيء ما فيها فائدة، لابد أني أنا نأخذ المخاطرة، لابد أن نقدم العلم، لابد أن نتقدم. فجلس بلا مبالغة 40 دقيقة على التليفون الليلة اللي قبلها علشان يقنعني أني ما أجري العملية ثاني يوم صباحا. في آخر المكالمة هو اسمه باب، قلت له شكرا جزيلا وإن شاء الله يصير خير على قولهم يعني، وتركت الموضوع ما قلت له لا إيه ولا لا، وأنا عارف يقيني في داخلي سأجري العملية ثاني يوم، لأني كنت عندي يقين إذا أنا وصلت أنا أعرف أسوي العملية تمام، وهذا اللي صار. فأنا يعني اللي أقوله أنه مهما كان المخاطر لابد من أخذ الخطوة وخطوة بقوة. طبعا سبب أني أخذتها أنا عارف أنه مسوي العملية هذه سابقا كثير، وأنا ممكن أجريها بنجاح، وعندي الخطة ألف وخطة باء وخطة جيم وخطة سين. ليه؟ لأني أنا أعرف إذا كان في عندي مشاكل واجهتني في هذه العملية إيش هو اللي ممكن. طبعا إجراء عملية لجنين هو مشبوك بالمشيمة ولا يتنفس، قلب ينبض، شيء يعني يعتبر خيالي صراحة، إلى الآن أنا أعتبرها شيء خيالي.